بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا باعث، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي جعلته باعثا للوجود من حضرة العدم بقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وباعثا للهداية في نفوس أهل الغواية بقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وباعثا لأرزاق العباد حسا ومعنا بقول: إنما أنا قاسم والله يعطي، صلاة تجعلنا باعثين لأنفسنا ولمن تعلق بنا إلى حضرة علام الغيوب بمجرد النظرة والإشارة بالحال والمقال، وتبعثنا على خير حالة يا باعث يا وهاب. اللهم يا شهيد يا حاضر لا يغيب، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي كان لا يشهد إلا إياك فجعلته شهيدا على ما سواك، صلاة نشهدك بها في كل شيء حتى لا نجهلك في شيء، متحققين بوحدة الشهود للملك المعبود، فأينما تولوا فثم وجه الله، وكفى بالله شهيدا. اللهم يا حق يا مبين يا من يهدي للحق، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي كان مظهرا للحق فقذفت به على الباطل فدمغه فإذا هو زاهق، والذي قال: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صلاة تورثنا إرثا من هذا فنكون مظهرا للحق فلا دعوة، وفي أقوالنا فلا كذب، وفي أنفسنا فلا هوى، فنصير حقا صرفا تدمغ به كل باطل وزور، فتحق بنا الحق وتبطل بنا الباطل ولو كره المجرمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره في الدارين، آمين. الحديث 56، حديث غزاة بني قريظة. ومعلوم أن غزوة بني قريظة كانت بعد غزوة الأحزاب، لما تحزب الأحزاب وجاءوا إلى المدينة حفر النبي خندقا جهة جنوب المدينة بين لابتي المدينة، فلم يستطع الكفار أن يدخلوا المدينة من جهة الجنوب، وكان شمال المدينة يهود بني قريظة، فكانت المدينة محمية من الشرق بجبل ومن الغرب بجبل، ولها مدخلان: مدخل جنوبي ومدخل شمالي. المدخل الجنوبي حفروا فيه الخندق، والشمالي تحالفوا مع يهودي بني قريظة ألا يدخلوا المشركين من جهتهم، فكانت هناك معاهدة. وبالتالي حمى الله سبحانه وتعالى المسلمين من دخول اليهود المشركين بالخندق أولا ثم بالريح والرعب ثانيا، فهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى بلا قتال، وإن كان في بعض المناوشات حدثت وكان هناك بعض الجرح، إلا أنها لا تعتبر غزوة فيها قتال كسائر الغزوات بالصورة المعلومة. فلما انتهت غزوة الأحزاب وكان المسلمون ما زالوا في جراحاتهم وكانوا مرهقين بسبب حفر الخندق، لأن الخندق يعني مشروع ضخم عشان يحفر الخندق بالصورة وبآلات بسيطة وبأيادي غير مدربة وفي أرض صخرية، ويكون طول الخندق ده 9 كيلو، ويكون عمقه 4 متر، ويكون عمقه 4 متر وعرضه 8 متر،
يعني ده مشروع ضخم، وحفروه بالفؤوس، فأرهقوا إرهاق شديد في حفر الخندق الصحابة، حتى أنهم كانت إذا وقفت أمامهم صخرة تتكسر فيها المعاول ذهبوا للنبي فيكسرها النبي صلى الله عليه وسلم ببركته صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انتهت غزوة الخندق وكانوا في شدة التعب والإرهاق والجروح، عادوا إلى بيوتهم بعدما كانوا في نقاط حراسة على نقاط الخندق. فبمجرد أن طريقهم إلى بيوتهم جاء سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: هل وضعت السلاح؟ ما وضعنا السلاح بعد على الملائكة. وأمره أن يذهب إلى بني قريظة حتى يجليهم، لأنهم خالفوا وكادوا يدخلوا المشركين من جهتهم، إلا أن الله تدارك الأمر بالرعب والريح. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بجراحاتهم قبل أن يصلوا إلى بيوتهم يستريحوا، ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، يعني معناه يسارعوا ويذهبوا إلى بني قريظة ليجلوا اليهود حتى يطمئنوا أن المدينة من جميع الجهات محمية. هذه القصة. يعني الحديث بإسنادنا المتصل عن مشايخنا للإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. يبقى الصحابة اختلفوا على مذهبين في طريقهم لبني قريظة حل وقت العصر. بعضهم نظروا لظاهر اللفظ ألا تصلوا إلا في بني قريظة، قالوا: لا نصلي إلا في بني قريظة العصر ولو غربت الشمس. والبعض الآخر نظر إلى حكمة الأمر وليس إلى ظاهر اللفظ، قالوا: النبي لم يرد منا أن نؤخر العصر، ولكن أراد فقط أن نتعجل ولم يرد أن نؤخر الصلاة. ففرقة وقفت في الطريق وأذنت وأقامت وصلت العصر، وفرقة أخرى استمرت وصلت هناك في بني قريظة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يبقى أقر المذهبين، يبقى النبي أقر المذهبين، ويبقى ظهرت المذاهب الفقهية منذ عصر الصحابة، وأن النبي أقر الخلاف المذهبي طالما الكل حريص على أن يطيع الله ورسوله. هذا حريص على طاعة الله ورسوله بظاهر اللفظ، وهذا حريص على طاعة الله ورسوله بمقصد اللفظ، فهذا مذهب وهذا مذهب. يقول ظاهر الحديث: أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم بالخروج إلى بني قريظة ومبادرتهم لأمره عليه السلام، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول فيه دليل لمن يقول إن كل مجتهد مصيب. هو في مذهبان أصليان في المسألة، هل كل مجتهد مصيب ولا الحق واحد واخد بالك ولكن لا يعلمه إلا الله، وكل مجتهد له أجر ولا يكون آثم. مذهبان في عند الأصوليين، بعضهم قالوا أن كل مجتهد مصيب، وأن الله تعبدنا بأوجه مختلفة، وأن هو مراد الله، هذا الذي ذهب على هذه الطريقة ده مراد الله لأن ركب عقله في هذه الطريقة، فيبقى مراد الله منه على مقتضى ما ركب عقله في هذه الطريقة، والآخر ركب عقله بطريقة أخرى يفكر بطريقة أخرى، فيبقى ده برضو مراد الله من هذه الوجهة، ويبقى يتعدد مراد الله على حسب وجهات نظر العقول، ويكون الأمر للسعة. هذا مذهب في الأصول إنه كل مجتهد مصيب. مذهب آخر أن الحق واحد مع أحدهم ولكن غير معلوم، والكل مأجور، والذي أصاب الحق وهو غير معلوم له أجران، والذي لم يصب الحق له أجر. واضح؟ يبقى دول مذهبان. فهنا بيقول فيه دليل لمن يقول إن كل مجتهد مصيب، لأن النبي أقر الاثنين ولم يرجح أحدهم.
فالحديث ده يستدل منه وجهة نظر أن كل مجتهد مصيب. واضح؟ يؤخذ ذلك من قولهم أدركتهم العصر في الطريق فقالوا لا نصلي حتى نأتي بني قريظة، تعلقا بظاهر صيغة الأمر. ومنهم من تأول وقال ما المقصود ترك الصلاة تحفظا على القاعدة الأصلية؟ لأن القاعدة الأصلية إيه؟ أن الصلاة تصلى إلى ميقاتها، إن الله جعل الصلاة كتابا موقوتا، وأن النبي الأصل إننا بنصلي الصلاة في وقتها الأصل، فرجعوا على الأصل وطرأ الأمر على الأصل، لا تصلين العصر إلا في بني قريظة. فلما طرأ الأمر على الأصل أعملوا الأصل ونظروا إلى حكمة الأمر. واضح؟ يبقى دي وجهة نظر. وآخرين عطلوا الأصل واعتبروا أن الأمر في هذه الحالة عطل الأصل مؤقتا في هذه الحادثة فقط. واضح؟ فيبقى هناك من أعمل النصان، وهناك من عطل أحدهما وعمل بالآخر اللي هو الأحدث اللي هو الأقرب أمرا. دي وجهة نظر ودي وجهة نظر. ومنهم من تأول وقال من المقصود ترك الصلاة تحفظا على القاعدة الأصلية اللي هي إن الله جعل الصلاة كتابا موقوتا، مش كده برضو؟ وإنما المقصود منا سرعة الخروج، يبقى نظروا إلى حكمة الأمر ولم ينظروا إلى ظاهر الأمر. واضح؟ حكمة الأمر إيه؟ إنه يروي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجلوا فلا يتعطلوا. فكل منهم وقد حانت الصلاة، فنجمع بين الأمرين، فكل منهم مصيب، لأن المقصود من العبد بذل الجهد في امتثال ما أمر به إذا كان على الوجه المأمور به تحرزا من تحريف التأويل لحظ نفساني. فبهذا القيد يصح أن كل مجتهد مصيب لو تجنب الحظ النفسي والهوى، يبقى كل مجتهد مصيب. لكن المشكلة أحيانا الواحد برضو في أثناء اجتهاده بطبيعته الإنسانية العادية بيبقى عنده نوع من الهوى، وقليل من عباد الله اللي هو تغلب على هواه. ومع ذلك لابد أن يكون أحد الوجوه هو الأولى، بدليل قول مولانا جل جلاله في قصة داود وسليمان عليهما السلام، ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلم. سيدنا داود حكم بمسألة، وفي نفس المسألة سيدنا سليمان حكم بحكم آخر، وربنا أثنى على الاثنين ورجح حكم سليمان. وعلى شكرا دل على أن الحق واحد وإن كان الآخر مثاب. واضح؟ علشان ما نقولش أن النبي أخطأ، ما نقولش أن سيدنا داود أخطأ، لأن سيدنا داود، لأن ربنا يقول وكلا آتينا حكما وعلما. وذلك أن رجلين في زمان داود عليه السلام كان لأحدهما زرع والآخر غنم، فرعت الغنم، نفشت الغنم يعني رعت في الليل في زرع الرجل، فلما استيقظ صاحب الزرع وجد زرع كله أفسده الغنم في الليل. صاحب الغنم في الليل واجب عليه أن يمنعها من أن تعيش في الأرض فساد، فقصر، واخد بالك؟ وعلشان كده حدث هذه الأزمة القضية. فرعت الغنم الزرع فتحاكم إلى داود عليه السلام فحكم بالغنم لصاحب الزرع. سيدنا داود نظر قال له الغنم ده بتاعتك قيمته قد إيه مثلا؟ قال له قيمة الغنم ده لو بعناه في السوق يطلع له ب30-40 ألف جنيه. قال له بتاع الزرع، طب وزرعك قيمته قد إيه؟ قال له 30-40 ألف جنيه. قال له خلاص يبقى خد الغنم، لأن ده يعادل قيمة الزرع، يبقى نظر للقيمة. يبقى سيدنا داود نظرت وجهة نظره برضو وجهة قوية. لكن المشكلة ان سيدنا سليمان لما نظر قال ان صاحب الغنم هيصبح فقط كل ماله، فهيبقى فقير يتكفف. طب هنعمل ايه؟ احنا عايزين نحكم حكم ان التاني ياخد حقه وفي نفس الوقت صاحب الغنم يظل ماله معاه ولا يصبح فقيرا يتكفف الناس. فحكم بالغنم لصاحب الزرع، فلما خرج قال لهما سليمان عليه السلام ما حكم به داود، فأخبراه بحكمه لصاحب الزرع بالغنم،
فقال لهما سليمان عليه السلام: بل الحكم اللي يراه هو يعني أن يأخذ صاحب الزرع الغنم يستغلها حتى يخلف زرعه ويكون مثل القدر الذي رعته الغنم، ويأخذ إذ ذاك صاحب الغنم غنم. هو الأكل اللي كالته الغنم ده في داود في من صاحب الزرع هيتحول في الغنم إلى لبن وإلى صوف، مش كده؟ فقام سيدنا سليمان قال له خلاص، ياخد الغنم يستفيد بلبنه ويستفيد بصوفه، والتاني صاحب الزرع ياخد زرعه يزرعها له ويرعاها لحد ما يبقى الزرع زي ما كان قبل ما ينفش فيه الغنم، وبعدين ترد الغنم لصاحب الغنم وصاحب الزرع ياخد زرعه، وخلصنا على كده، ويبقى صاحب الغنم استرد ماله، وفي نفس الوقت صاحب الزرع أخذ التعويض المناسب، وفي نفس الوقت قام الآخر بالتكلفة الزرع الذي أكله غنم الآخر. يبقى سيدنا سليمان نظر للمآل، وسيدنا داود نظر للحال. القضية في الحال إن ده ياخد قيمة ما أتلفه، ما تولف، واخد بالك؟ ده في الحال. سيدنا سليمان لما نظر للأمر قال: يقول الأمر بهذا الحكم إلى افتقار أحدهم إنه يصير فقيرا، فنظر لمآل الحكم فرجح حكما آخر إنه هو ياخد حقه في نفس الوقت يقول إليه ماله مرة أخرى. وجهات نظر لطيفة، كويس. فبان ما حكم به سليمان عليه السلام أنه كان الأرجح. يبقى دليل أن الأنبياء قد يختلفون في الفروع، فما بالك والأنبياء معصومون، فما بالك الفقهاء وهم ليسوا بمعصومين، يكونوا من باب أول. إذا كان الأنبياء وهم معصومون يختلفون في الفروع الفقهية، يبقى من باب أول الفقهاء. اللي يجي بقى يقول لك لا أنا مذهبي مذهب النبي، يبقى ده إنسان أولا جاهل، لأنه جعل النبي الذي جاء بدين صاحب مذهب، أفاد إساءة للنبي أولا وتضييق لما جاء النبي، جاء بدين ولم يجيء بمذهب. المذهب هو فهم الدين وليس، وعشان كده اللي يقولك أنا مذهبي مذهب النبي، هذا الإنسان أساء الأدب مع النبي أولا، ولا بد أن يعذر، لأنه جعل النبي الذي جاء بدين جاء بمذهب، وهذا تضييق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. ولكن المذهب هو طريقة فهم النص الشرعي الذي جاء إما على لسان النبي أو جاء وحيا للنبي من قول رب العالمين. فيبقى المذهب هو فهم النص، وليس صاحب النص هو صاحب المذهب، صاحب النص هو صاحب الدين، واضح؟ فدي نقطة هامة. فيبقى الإنسان لابد أن يقول لك ننظر في الدليل إن كان من أهل النظر، إن لم يكن من أهل النظر يقلد غيره أهل النظر. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه مين؟ الذين يستنبطونه منهم. يبقى اللي ما يعرفش الاستنباط يرده للذين يستنبطون. يبقى لابد الإنسان العادي الذي ليس له قدرة على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام بسبب ضعف الآلة، ضعف الآلة هي آلة الفهم، وقد يكون آلة الفهم ضعفت بسبب عدم التفرغ، ما تفرغش لدراسة علم الدين، وعدم الإحاطة ولم يحيط بكل الأدلة، وعدم القدرة على فهم النص لأن النص عربي وهو في اللغة العربية ضعيف، فقد تكون ضعف الآلة سببا في أنه، وليس معناه ضعف عقله، لا، قد يكون عقله جامد وعقله عظيم، ويبقى يمكن في مجال تخصصه من المبرزين، لكن في مجال أمور الدين غيره تفرغ ففاقه. وعشان كده إيه لعلمه الذين يستنبطونه منه. يبقى دليل التقليد جاء في القرآن. اللي يقولك لا احنا ما بنقلدش، التقليد بدعة، لا، مين قال لك بدعة؟ يبقى أنت بتقرأ القرآن ومش فاهم، لأن ربنا بيقول فلولا نفرت من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. يبقى لابد أن يبقى في طائفة بس تعرف ونرد لها احنا الأمر ونمشي على أحكامها،
عشان باقي الأمة تلتفت لنواحي الحياة المختلفة. ولا أنت عايز كل الأمة تبقى عمم وفقهاء؟ طب مين اللي هيبني البلاد؟ ومين اللي هيعمر البلاد؟ ومين اللي هيعالج العباد؟ ومين اللي هيشق الطرق؟ ومين ومين ومين؟ فهمت؟ فلا بد أن يبقى في ناس متفرغين في مجالات الحياة المختلفة، وهناك طائفة متفرغة لفهم واستنباط أوامر الشرع وفهمها وتطبيقها ومراعاة احتياجات الناس وما يطرأ عليهم من تغيرات في كل زمان، ثم يستنبط بعد ذلك حكم الله على وفق المصلحة الشرعية المرادة. كويس؟ يبقى إذا كانوا الأنبياء اختلفوا في الفروع وهم معصومون، يبقى لابد يبقى في خلاف بين الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة من باب أولى. مش اللي يجي يقول لك لا دول فرقوا الدين، تيجي تقول له يعني لازم تدرس المذاهب يقول لك إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست، يجيب الآية اللي نزلت في الكفار يخليها نازلة في الفقهاء المسلمين، لخبطة، لخبط شرع الله ولخبط دين الله. وبالأسف إن في عقليات بتقول مثل هذه الأشياء، فلازم تحذر هؤلاء الجهلة، لأن الآيات التي نزلت في الكفار لا نعملها في صالح الأمة وعلماء الأمة، وإلا هنقول برضو الآية دي في سيدنا سليمان وسيدنا داود فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ما سيدنا سليمان اختلف مع سيدنا داود في المسألة، وسيدنا هارون اختلف مع سيدنا موسى في مواجهة من عبدوا العجل، يبقى دي مسألة فقهية والتانية مسألة أصولية، مسألة في أصول العقائد، دول عبدوا العجل، ولكن قدم سيدنا هارون لما وجد أنه هو لو ألزمهم يتفرقوا فرقتين، فأجل الحكم حتى يجيء موسى مراعاة لتقديم المصلحة، وهي اتحاد الكلمة أولى من أنه يلزمهم بالرأي الصحيح حتى يأتي موسى. وعشان كده بيقول إيه؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ما هو أصل لو سيدنا هارون حكم أن اللي عبدوا العجل دول ارتدوا ويؤمر التانيين اقتلوا المرتدين، هيجي سيدنا موسى يلاقي نص بني إسرائيل ذبحت. لكن لما انتظر 40 يوم وجاء سيدنا موسى، سيدنا موسى له كلمة مسموعة، كل اللي عبدوا العجل مسك العجل رماه رجعوا مسلمين تاني وتابوا إلى الله واجتمعت الكلمة مرة أخرى. يبقى ربنا ضرب لنا مثال في أمر أصولي من أصول العقائد اختلف الأنبياء في مواجهته كيف يواجهونه وإيه هي المصلحة اللي تقدم في الحالة دي والإيه، وجاب لنا مثال آخر في أمور فرعية وهي قضية مالية بين أنبياء علشان نستوعب وجهات نظر الفقهاء. يجي لك الفقهاء مثلا الوقت المسلمين قدام حكام الظلمة، بعض الفقهاء ينظر إلى حرمة الدم ويقول لك إننا لو واجهتنا الحكام الظلمة وهم في أيديهم آلة السلاح ونحن صدورنا عارية هذا يؤدي إلى إراقة الدماء، وأنا أرى إن الصبر على الظلم أولى من إراقة الدماء. وجهة نظر. لا يقوم يجي الشباب بتوع اليومين دول لما يجي فقيه يقول الكلام ده يقول لك شوف حاكم سلطة، شوف بيدافع عن الظلم، شوف. ما ينفعش كده، ما فيش واحد من علماء الدين يقر الظلم أصلا لأنه ده راجل حافظ القرآن، لكن هو بيوزن الأمور. أنا علشان أواجه الظلم ده هيموت مني 100,000 شاب، وهيبقى قدامي 100,000 شاب 500,000 جرحى وأصحاب عهات. كويس؟ وبعدين في الآخر قد يأتي بعده نظام أظلم منه، ولا احنا ضمنين اللي هيجي نظام بقى ايه يعني نظام ملائكة؟ مش قد وقد؟ وكم من ثورة سرقت وجاء بعدها نظام أظلم منها. يعني احنا مثلا كنا بنعاني من ظلم الإنجليز وظلم الملك، جالنا أظلم منهم وفتحوا المعتقلات، مش ده اللي حصل؟ وعلشان كده يجي فقيه ينظر للمآلات يوم يقول كده، فقيه تاني يقول له لا الظلم استبد والفقر استبد والفقر ده كافر يخلي الناس تفتن في دينهم، ما ينفعش، لازم نواجه ونضحي، اللي حيموت حيدخل الجنة ما يجراش حاجة، من مات دون مالي فهو شهيد، من مات دون عرضي فهو شهيد، صوروا يا شباب. يبقى الاتنين فقهاء
وده بينظر للأمر من جهة وده بينظر للأمر من جهة، ويمكن الاثنين يتقابلوا في الجنة. لكن نيجي احنا كشباب نقول ايه اللي قال في الاول، نقول ده من الفلول ونحذر منه، زي ما بيعملوا السوريين الوقتي في الشيخ البوطي. الشيخ البوطي قال لهم يا جماعة الدماء اللي حتراك دي حرام، ده ربنا بيقول لزوال الدنيا اهون عند الله من ان تموت نفس بغير حق. زوال الدنيا وانتوا الوقتي بتدوروا على سوريا، ده ربنا بيقول زوال الدنيا. فهمت؟ دي وجهة نظر، ما يجراش حاجة. لا، يطلعوا لك بقى الشيخ البوطي خاين، يطلعوا لك مثلا ايه احد علماء الازهر في مصر مثلا قال الكلام ده، يبقى خاين ومن الفلول وحذروه وعالم سلطة. ما يصحش. يبقى كل فقيه يبقى ليه وجهة نظر، بينظر للامر من جهة. والعجيبة اننا عندنا خصوبة في الشرع الشريف ان كل واحد لا يعني يفتقد دليل. يعني تلاقي ده يقول نقيد ده، وده عنده دليل وآية، وده عنده دليل وآية، سبحان الله. لكن الحكمة متى يكون الآراء دي أرجح في هذا الوقت، في هذه اللحظة؟ العلم عند الله بقى. المشكلة بقى إن الأرجح في الدليلين دول. طب أعمل إيه دلوقتي؟ أنت وجهة نظرك وجيهة، والتاني وجهة نظر وجيهة، لازم نواجه الظلم والظلم. المجرمين دول استفحل أمره، والتاني الدماء هتراق. وجهة نظرك حلوة وانت وجهة نظرك. طب امتى الصبر يكون افضل وامتى المواجهة تبقى افضل؟ دي عايزة بقى وحي، عايزة وحي، عايزة نبي. طب وما فيش نبي، يبقى الكل ناجي، يبقى كل علماء المسلمين ناجين. اللي قال ما تخرجش ناجي، واللي قال اخرج ناجي. فهمت بقى المسألة؟ فما نقعدش نقسم علماء المسلمين بالطريقة السخيفة اللي عملها الشباب بعد ثورة 25 يناير، ان كل بقى عالم ويجيب لك تسجيل قاله مثلا من 10 سنين، وتسجيل مش عارف يركبها لك على بعض، ويجيبها لك مش عارف على الفيسبوك، ويجيبها لك على اليوتيوب، ويجيبها لك مش عارف، ويقعد يشنع على علماء المسلمين. ويمكن اللي بتشنع عليه ده من ايه، من المقربين عند الله، من اولياء الله الصالحين، وتبقى انت عاديت على ولي من اولياء الله. فما يصحش يا جماعة الخير ما يحدث بيننا، لابد اننا نراعي مثل هذه الامور. وفي القرآن شفاء لما في الصدور، أو سيدنا داود حكم حكم، وسيدنا سليمان حكم حكم، وده نبي وده نبي، وده أبوه وده ابنه، وفي مسألة واحدة. ولا سيدنا سليمان قال داود ده من الفلول، ولا سيدنا داود قال سليمان ده خارج عن النظام وقبضوا عليه وده حيكسر الأحكام. محدش قال كده، محدش قال كده. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده لو قرأت القرآن بتمعن هتجد ان أمة النبي دي أمة خير. اللي بيقول لك اقعد ده من اهل الخير، لانه هو بينظر لامور تانية. واللي بيقول لك اخرج ده برضه من اهل الخير، وكلهم اولياء صالحين وناس طيبين وحلوين، والصبر جميل. فهمت بقى المسألة؟ فلا بد ان نفهم مثل هذه، ونبطل حكاية تركيب الكلام وتجيب لك جملة من هنا على جملة من هنا، ونقعد نعملها مش عارف ايه، وشيرها على الفيسبوك، شيرها على اليوتيوب، ويفضح علماء المسلمين. ما ينفعش. خد بالك، من عاد وليا فقد أذنته بالحق. ودول أولياء الله، علماء المسلمين دول أولياء الله. أصل لو لم يكن علماء المسلمين أولياء الله هيبقى مين أولياء الله؟ دي كل ناس قضت عمرها في حفظ القرآن وفي قراءة سنة النبي وفي تدريسها وفهمها ونقلها للناس. فخد بالك، علماء المسلمين دول عرضهم عند الله عظيم. ولو اختلفوا هم مع بعضهم يختلفوا، ما هم مجتهدين. ما تخشش انت بينهم، انت ضعيف، انت ايه اللي دخلك انت ايه فاهمك؟ فهمت بقى المسألة؟ لكن اعذر الكل، وما يجراش حاجة انك انت تقلد احدهم دون ان تسفه الاخر. لا بأس انك تقلد احد، يعني لا بأس ان انا اكون شافعي، لكن احترم الامام ابو حنيفة وحده، واحترم الامام مالك وحده، واحترم الامام احمد بن حنبل وحده. ولا بأس ان التاني يبقى مالك في نفس الوقت ورضي الله عن أبي حنيفة، ورضي الله عن السادة الشافعية، لا بأس. فدي نقطة مهمة جدا، علشان أولا تلقى الله ولم تلوث لسانك وقلبك بعرض مسلم. دي مهمة عشان تبقى بريء أمام الله. ف
فقال لهما سليمان عليه السلام: بل الحكم أن يأخذ صاحب الزرع الغنم يستغلها حتى يخلف زرع، ويكون مثل القدر الذي رعته الغنم، ويأخذ إذ ذاك صاحب الغنم غنمه. فبان ما حكم به سليمان عليه السلام أنه كان الأرجح بدليل المآل. يبقى ربك بينظر للمآلات وللعدل الحالي، عايز يحق الحق الآن، وفي نفس الوقت إحقاق الحق الآن لا يؤول إلى افتقار أحدهما. فهمت بقى إزاي؟ فهي ربنا سبحانه وتعالى له نظرة أخرى. فبان ما حكم به سليمان عليه السلام أنه كان الأرجح بدليل أنه بقي لكل واحد منهما ماله بعد تقاضي ما كان بينهما من المظلمة. وعلى حكم داود عليه السلام كان الحكم كأن يبقى صاحب الغنم دون شيء مفلسا عديما. وكذلك نقول في هذه المسألة: وإن كان الوجهان جائزين فالواحد أرجح لكونه جمع بين أصلين وكلاهما أوجب، والتأويل الذي يسوغ معه إذا كان واجبين أولى من إسقاط أحدهم. يعني كأن الشيخ بيرجح اللي هم صلوا العصر في وقته وانصرفوا على بني قال، لك ليه؟ لأن دول عملوا بالدليلين. طيب واللي صلوا العصر هناك في بني قريظة وأجلوا الحكم؟ قال لك عملوا بدليل واحد، واخد بالك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر الاثنين وأقر الاثنين. يبقى أقر وجهة النظر التي تنظر للمقاصد والمآلات، وأقر وجهة النظر التي تنظر إلى ظاهر اللفظ. هل الصحابة لما حصلت الحكاية دي قعدوا يشتموا ببعض؟ قالوا لهم يا اللي حتضيعوا الصلاة، يا مجرمين، يا فسقة، يا مبتدعين. واللي مشيوا قالوا لهم يا عصاة بتخالفوا أمر النبي، بيقول صلوا بني قريظة وانتوا هتصلوا في الطريق، يا مخالفين يا مجرمين. ما قالوش كده، محترمين، كل واحد على حسب وجهة نظره نفذها ومشي في أمان الله. خدت بالك؟ وما عبش في الآخر، لا قال دول فلول ولا دول مش فلول، واخد بالك؟ ليه؟ لأن مطلوب ألا تظن السوء في المسلم، إن بعض الظن إثم. فدي نقطة هامة، وإلا هنقعد نقسم نفسنا ده فلول وده مش فلول، ما ينفعش. وبعدين إحنا كمان بناكل الفلول والطعمية، فهتبقى مشكلة، هتلاقي نفسك تكره حتى تاكل الفول. طب هتتسحر بإيه؟ وإحنا النهاردة هنسحركوا فول على فكرة. فربنا يكرمنا جميعا، لازم نبقى إيه؟ قلبنا ناحية المسلمين كله يعني خير. حتى العصاة منهم نقول يا ده فلان ده العاصي، ده ما يعملش المعصية إلا وقلبه مأنبه وضميره مأنبه، ده بيعمله هو تايب، لأن الرسول بيقول الندم توبة. يا سلام على العاصي ده، تروح للعاصي تقول له ادعيلي، لأنك أنت شايف إن هو لما يعملش المعصية إلا هو قلبه مأنبه وضميره مأنبه، وبيقول لنفسه ليه عملت كده، هتتوب إمتى؟ يا رب توب عليا. يبقى بيعمل معصية ويقول يا رب توب عليا، وقلبه الله. يبقى على العاصي غير الكافر. الكافر اللي بيقبل على المعصية بيعملها وهو مش متأنب، ضميره مأنب وما يعرفش ربنا وبيستحلها. لكن المسلم اللي بيعمل معصية عارف انها حرام وضميره مأنبه وبيقول يا رب توب علي، يبقى ده من أولياء الله الصالحين بالنسبة للكافر. يبقى أكبر عاصي من المسلمين إذا ما قورنا بالكافر يبقى من أولياء الله الصالحين الكبار. شفت بقى قد إيه؟ فتعرف ان أمة النبي دي أمة عظيمة. كلام ربنا بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما دخل فيها على فكرة العصاة برضه، مهم الأمة، ودخل فيها الصالحين واللي بيأمروا بالمعروف واللي بينهوا عن المنكر، ودخل فيها الأولياء، ودخل فيهم اللي بين البنين المخلطين اللي زي حالتنا، يعمل حلو شوية ويعمل شر شويات، وربنا ينجينا. يبقى ايه؟ يبقى دي امه كلها على بعض شايله بعضها. تلاقي الصالح المستجيب الاجابه قاعد بيعبد ربنا، تقول يا رب اغفر للمسلمين، يا رب ارحم العصاة، يا رب. تبص تلاقي العاصي قاعد ربنا سبحانه وتعالى مغطيه بسحابه دعاء الصالح، فداخل. وعشان كده ربنا في من ضمن الادعيه بتاعتنا نقول اللهم هب مسئنا لصالحينا. مش شفت بقى؟ يبقى الصالح قاعد طول النهار يا رب ارحم للمسلمين، يا رب اغفر المسلمين، يا رب حسن خاتمة المسلمين، يا رب انصر المسلمين، يا رب توب على العصاة والتائبين. فتلاقي ده شايل ده. يبقى أمة كلها عظيمة، أمة كلها كاملة، أمة كلها شايلة بعضها. احنا بالنسبة للأمم التانية يقولوا علينا ايه؟ الأمة المرحومة.
لكن احنا للأسف دخل الشيطان بيننا وأصبح نحقر بعضنا البعض ونسيء الظن ببعضنا البعض ونطمع في بعضنا البعض ونشتم بعضنا البعض. فدخل الشيطان بيننا ففرق بيننا وجعل كرامة المسلم عند المسلم هينة، وربنا سبحانه وتعالى عنده كرامة المسلم أشد من الكعبة. فلازم نرجع تاني لأصل ديننا بقى. الوجه الثاني فيه من الفقه أن القاعدة الثابتة المستصحبة لا تزال بأمر محتمل. القاعدة عندنا إيه؟ إن الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت، دي قاعدة صح؟ وطرأ عليها أمر لا تصلين العصر إلا في بني قريش، يبقى أنا ما أقدرش أزيل أنا القاعدة الأصلية دي بأمر طرأ عليها إلا لما أنظر في حكمة الأمر، لأن أنا عندي شيء ثابت وشيء طارئ متغير. هو أنا كل يوم هروح بني قريظة ده النهاردة بس، لكن أنا كل يوم هصلي العصر وكل يوم هصلي الصلاة في وقتها، يبقى أنا عندي أمر ثابت مستقر وعندي أمر طرأ عليه، فيبقى الأمر الطارئ عليه لابد أن أنا أنظر. دي طريقة تفكير الفقهاء اللي هم بينظروا للمآلات، لأن عندنا المذاهب الأربعة بتنظر للمآلات، وأبي داود الظاهري ينظر لظاهر اللفظ. يعني لو سيدنا أبو داود الظاهري عايش مع الصحابة كان حيصلي ببني قريظة ولو بعد المغرب، لأن هو طبيعة مذهبه وطريقة تفكيره ينظر إلى ظاهر اللفظ. ناجي برضه ويبقى من أهل الجنة إن شاء الله رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي أقر هذا التفكير. لكن التفكير الثاني اللي هو في سعة للأمة والذي لا ينقض الأصول، التفكير اللي بينظر للمآلات وبينظر للمقاصد، اللي هو المذاهب الأربعة اللي هو الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. تبص لي عنده نص لكن يبتدي يخترق من وراء النص ما هو المقصد وما هي مقاصد الشريعة، وهل هناك نص آخر يقيده، هل هناك نص آخر يخصصه، هل هناك نص آخر يلغيه، ولا ينظر للنص ويقف معه ويسكت. فهمتني بقى ازاي؟ وعشان كده المذاهب الأربعة هي اللي انتشرت، ومذهب أبي داود الظاهري صار للدراسة وليس للعمل. يعني أصبح مذهب يدرس وطريقة تفكير بنقراها ونفهمها ونقول رضي الله عن صاحبها وله أسوة حسنة في بعض الصحابة رضي الله عنه، لكن إيه اللي استقر عند عقلية المسلمين وصار مذهب يدرس ويعمل به على مر العصور؟ المذاهب التي تنظر للمآلات والتي تنظر للمقاصد والتي تعمل كل الأدلة في وقت واحد فلا تلغي دليل مقابل دليل. فهمت بقى المسألة؟ فيه من الفقه أن القاعدة الثابتة المستصحبة لا تزال بأمر محتمل، لأن وقت الصلاة قاعدة قد تقررت واستصحب الحكم بها، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بألا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، فاحتمل الأمر على ما تقدم لأن يكون المقصود ذلك الوجه ولا نعرفه نحن في الحال، واحتمل أن يكون المقصود الوجه الثاني وهو سرعة الخروج كما تقدم، فكيف نزيل حكما قد تقرر واستصحب العمل عليه بمحتمل الأمرين الأظهر ألا والجواز قد وقع من الشارع عليه السلام فجاء في الأمر والحمد لله ساعة. الشارع أجاز الوجهتين، لكن أكيد النبي كان يميل مع أحدهما اللي يتمشي مع الرأيان. فهمتني بقى المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله يا رب العالمين. اللهم يا وكيل يا كافي من استكفاه، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي قلت له كما ورد في الصحيح أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، وقلت له وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فكان أفضل وأكمل من توكل عليك ممن خلقت، ولذا أرسلته كافة للناس فكان لهم عامة، وكان كافيا لهم ناصحا وهاديا وشفيعا، فلا نبي بعده، فنعم المتوكل ونعم المتوكل عليه. صلاة نتوكل بها عليك في كل شؤوننا الظاهرة والخفية في الدنيا والآخرة، مفوضين أمرنا إليك، فكن حسيبنا وكن كفيلنا يا نعم الوكيل ويا نعم النصير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم يا قوي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي تبرى من حوله وقوته إلى حولك وقوتك، فكان بك يواجه الأعداء ولو منفردا،
ولذا قلت له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وجاهد بك وفيك بدليل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، صلاة نتحقق بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله، فنملك أنفسنا عند الغضب ونقوى بك على طاعتك ومجاهدة أنفسنا وأعدائنا، فنتحقق بوصفنا وضعفنا لتمدنا بوصفك وقوتك، فلا غالب إلا أنت يا قوي يا متين يا عزيز. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.